إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. حييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي اليوم في موضوع جديد من برنامجنا سحابة خير. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا تتحدث الآية عن مسؤولية الإنسان، فما مسؤوليتي؟ لغة التبعية والتكليف، واصطلاحا هو التكليف الذي يعقبه الحساب، كما أنه لا مسؤولية إلا بتكليف. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كما تعرف بأنها شعور بالواجب يوجه تفكير الشخص، كما يوجه سلوكه وأقواله ومواقفه، بحيث تكون كل ما يصدر عنه ذا معنى وذا مقصد. إذن ما هي مسؤولية الكلمة؟ طبعا الكلمة عندنا أنواع. النوع الأول المكتوبة، وعلى المرء أن يستشعر لقاء ربه يوم القيامة عندما يكتب أو يخط بيمينه. إذا من أهم المسؤوليات مسؤولية الإنسان أمام الخالق عز وجل. ذكر جمهور المفسرين إن الأمانة تعم جميع وظائف الدين، وأن جميع الأقوال في تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، متفقة وراجعة إلى أن الأمانة هي التكليف وقبول الأوامر والنواهي. إن حمل هذه الأمانة يعني مسؤولية الإنسان عنها واستعداده لتحمل نتائجها وقبوله بمبدأ الثواب والعقاب المنوطين بها. أنواع المسؤولية: المسؤولية الدينية، وهي التزام المرء بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وقبوله في حال المخالفة لعقوبتها ومصدرها الدين. الثاني المسؤولية الاجتماعية، وهي التزام المرء بقوانين المجتمع ونظمه وتقاليده، وقيل هي المسؤولية الذاتية عن الجماعة، وتتكون من عناصر ثلاث: هي الاهتمام والفهم والمشاركة. المسؤولية الثالثة المسؤولية الأخلاقية، هي حالة تمنح المرء القدرة على تحمل تبعات أعماله وآثارها ومصدرها الضمير، وتحمل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع من المبادئ التي قررها الإسلام. قصر المسؤولية على المسؤول وحده، فلا يؤخذ بريء بجريرة مذنب، ولا يشرك أهله فيما اقترفت يداه أو نسب إليه، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. مسؤوليتك تجاه نفسك عليك أن تبدأ بنفسك، فإذا استطعت كنت على غيرها أهون. فالطريق ليس مفروشا بالأزهار كما يمكن أن يتخيل البعض، بل هو مليء بالأشواك والمنقصات، ولكن لا يجب أن يصرفك هذا كله عن تحمل المسؤولية التي اصطفاك الله لها لتكون خليفته في أرضه. الأمر الآخر الكلمة المنطوقة، وهي الكلمة التي نقولها، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. إذن الكلمة التي ننطق بها من أفواهنا أحيانا تقتل. هل نفكر قبل أن نتحدث مع الآخرين، أو عندما نعاتبهم، أو عندما نحبهم، أو عندما نقار عليهم، أو عندما نحتج عليهم؟ الكلمة سلاح خطير، يجب أن نتعامل معها بكل حرص حتى لا نؤذي أحد أو نؤذي مشاعره. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، لن نخسر شيئا حين نقول كلمة جميلة، ونخسر كثيرا حين تفلت منا كلمة جارحة قد تؤذي من نحب، وقد نخسر إنسانا يحبنا، أو قد نخسر قلبا ربما لن نجد مثله، وقد نخسر راحة ضميرنا،
وراحة أنفسنا والكثير من حسناتنا. الأمر الآخر الكلمة المسموعة، ونقصد بها عدم إفشاء سر الصديق وعدم التناجي ومعنا ثالث أو السخرية أو سماع الغيبة وغيرهم من الأخلاقيات المنهى عنها. تكافؤ المسؤولية والجزاء، حدد القرآن الكريم الجزاء بقدر المسؤولية مع إيثار جانب الرحمة والعفو ومضاعفة الحسنات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذه معالم في المسؤولية في الإسلام، فالإنسان مسؤول عما كسبه من خير وشر ومجاز عنه، وباب التوبة مفتوح له ما بقيت الحياة، سيجد الجزاء العادل يوم القيامة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومسؤولية الفرد نحو المجتمع تتلخص في التالي: 1- الالتزام بقانون الجماعة، وهذا يستلزم من الأفراد الالتزام بعقيدة المجتمع الأساسية التي تعتبر أمانة اجتماعية. 2- التعاون مع الجماعة في سبيل الخير العام. 3- تقديم العمل الصالح والتنافس في هذا السبيل. 4- نشر العلم الذي يسهم إسهاماً إيجابياً في بناء المجتمع وتطوره، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طرق السعادة في الحياة كثيرة جداً، لكن السعادة لا تأتي جزافة، وإنما تحتاج إلى السعي والعمل الجاد والمستمر. وما زال الكثير منا بعيداً عن روح المسؤولية الصحيحة تجاه الأسرة، تجاه المجتمع، تجاه نفسه وربه، وليس عنده روح العمل وروح العطاء وروح الابتكار وروح الإبداع، وروح تتناسب مع التقدم الهائل الذي يجري حولنا في هذا العالم. هنا علينا أن نعي مسؤوليتنا تجاه أنفسنا، علينا أن نعطيها حقها في الراحة، في المراجعة، وفي التغذية الروحية الإيمانية، حتى تكون في أتم الاستعداد للعطاء والقيام بمسؤوليتنا تجاه من نحب، كما يجب علينا الحرص والاعتدال في كل شيء حتى في تعاملنا مع أنفسنا. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: فإن لجسدك عليك حقا، وأن لعينك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فنحن جسد وعقل وروح، فلنعطي كل جانب من هذه الجوانب حقه. والأمر ليس بالسهل الهين، ولكنه أيضا ليس بالصعب المستصعب. علينا أن نسعى وأن نحاول أن نغير أنفسنا، وأن نشعر بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا، تجاه ديننا، تجاه أنفسنا، تجاه الآخرين، ونسعى على أن تكون مسؤوليتنا وأن نؤديها بحق، فإننا مسؤولون أمام الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.